اليوم استفدنا وايد في الاجتماع من بخصوص التنظيم التحكيمية. عندنا أمور التسجيل الفنية هو تسجيل اللاعبين، والحمد لله طلعنا بمخارج وايد طيبة، استفدنا منها وايد. إن شاء الله على اللي طرحوا لنا إياها وقالوا لنا إياها إن شاء الله ننفذها إحنا في الواقع. فريقنا جهزناه احنا تقريبا 80% مستعد كامل حق البطوله، ونتمنى ان احنا نكون من المنافسين. كل سنه احنا ننافس، وان شاء الله هالسنه ناخذ البطوله باذن الله.